حياكم في برنامج سيارات نادرة Limited Edition. هذا البرنامج بنغوص في عالم السيارات، لكن مو بأي سيارات. اسمي سعيد العلي، أحب المغامرات والسفر حول العالم واكتشف أشياء جديدة حولي كل يوم، لكن شغفي الأكبر اللي ما يوقف هو عالم السيارات الساحر، وتحديداً السيارات الكلاسيكية، هاي التحف الفنية النادرة. ولهذا السبب راح أقابل ناس من أهم جامعي السيارات الكلاسيكية والنادرة، وأشخاص لهم بصمة مميزة وكبيرة في عالم السيارات، فخلوكم وياي عشان نتعرف عليهم ونشاركهم هذا الشغف. ضيفنا اليوم معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الحائز على جائزة ألبرت نيلسون للإنجاز مدى الحياة، مالك ومؤسس قرية العقة التراثية. أبو عبد الله، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامجنا اليوم. يا أهلا وسهلا سعيد. معاليك، نبغي نتكلم شوي عن نشأتك وحياتك والدراسة والتنوع الثقافي اللي كان في حياتك. نعم، أول شيء شكرا جزيلا على هذه الفرصة المهمة جدا بأن نتواجد ونتكلم عن ثقافة مهمة جدا في حياة الإنسان بصورة عامة، ولكن تسليطا لضوء على مسيرة حياتي. أنا طبعا من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة، من مواليد إمارة الشارقة، نشأت في إمارة الشارقة ككل أبناء دولة الإمارات، والحمد لله عشت فترة ما قبل الاتحاد وما بعد الاتحاد، وتشرفت بأن أكون من منتسبي القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا كان له تأثير مهم جدا في حياتي، خصوصا من خلال ابتعاثي إلى الخارج ودراساتي في الخارج. ومن أهم الدراسات المؤثرة في حياتي دراستي في فرنسا في باريس من سنة 1978 إلى 1983، وهذه كان لها تأثير مهم جدا، خصوصا أنا في مقتبل العمر، وتعرف باريس بلد الجمال وبلد التاريخ وبلد الثقافة، وأعتقد أن هذا كان له تأثير مهم جدا في يعني عشقي أو صقل موهبة الثقافة والاقتناء. شو كان تأثير التنوع الثقافي هذا عليك؟ التأثير اللي كان خلاك أنك أنت تقدر تجمع أشياء مختلفة؟ شكرا جزيلا، هذا سؤال مهم جدا أخوي سعيد. في الواقع تواجدنا في أكثر من منطقة في على مستوى العالم أعطانا الفكرة عن أهمية الاقتناء، خصوصا أن الآن العالم مهتم جدا، إذا كنا نتكلم عن السيارات القديمة على سبيل الكلاسيكية على سبيل المثال أو أي نوع من المقتنيات، هناك كتب مخصصة لتسليط ضوء على هذه المقتنيات والسيارات، هناك مجلات، هناك معارض، هناك أوكشنات، هناك مسابقات، فهذا التواجد في حضارات مختلفة تعطيك الفكرة عن أهمية الدور اللي أنت فيه أو المجال الذي تعمل فيه. وأول شخص قريب مني ولاحظ هذا الشيء وساعدني ودعمني حتى ماديا والدي الله يرحمه، الله يرحمه، خصوصا والدي دعمني في اقتنائي للمخطوطات مثل المصاحف القديمة. أنا بحكم عملي أنا مهندس طيران أساسا، خريج باريس، وإيدي يعني أنا أشتغل في الميكانيكا وأشتغل في عمل التصميم أيضا، حتى الصور القديمة للطائرات القديمة كان مختلف وكان جميل، وهذا ربطني مع السيارة. طبعا أنت ما تستطيع أن تقتني طائرات أو صحيح. تجمع الطائرات، ولكن الأقرب لهذا هي السيارات، والحمد لله يعني تسهلت عندي الإمكانية لأن أقتني وأن أشتري سيارات وأن أشحن سيارات، وهذا كله مجهود مش بسيط جدا، الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أن وصل عدد السيارات عندي إلى 170 سيارة، وهذا كله جهد وكله كلفة.
طبعا هذه السيارة أوتو يونيون 1932، حتى شركة ألمانية. طبعا هذه السيارة تطورت من أوتو يونيون إلى الأودي. شركة الأودي من ألمانيا جونا في الشارقة وصوروا السيارة هذه وحبوا يأخذوا السيارة واستغربوا كيف هذا شكل السيارة. نحن أول صحيح. مرة نشوف سيارة مثل هذه. صحيح. الفكرة بأن نحن لما اشترينا أو أنا لما اشتريت السيارة اشتريت بس الجزء الأمامي والجزء الخلفي، هذا من مخيلتنا نحن ومن تصميمنا، فنحن يعني استطعنا أن نخرج السيارة بهذا الشكل وطلعت مقبولة وجميلة. حتى الألمان قالوا بدنا نشتريها يعني. ولكن نحن حبينا نحتفظ فيها. يعني هذا الجزء الخلفي كامل تصنيعكم، أما الجزء الأمامي في التصنيع هل هو كان بروتوتايب؟ لا، لا كانت سيارة، كانت سيارة فعلية، لكن نحن ما نعرف كيف راح الخلفي ولا حاولنا أن نبحث عنها. أنا كانت في فكرتي أن أخليها وأعملها بفكرة من 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 إخراجنا نحن، فالحمد لله طلعت جميلة يعني. هذه السيارة ويبر، هذه بعد من النوادر في دولة الإمارات، ممكن ما تتحصل هذه السيارة لأنها موديل 1923. نعم. طبعاً لازم نعرف بأن بداية الفكرة في أن تكون هناك آلية ذاتية الدفع، هذه تم التفكير فيها في سنة 1776، يعني من 400 سنة بدأ التفكير فيها. ولكن أول سيارات اللي أنشئت في 1870 و80 بدأت فكرة السيارة ذاتية الحركة. شكل السيارة اختلف إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى الشكل المربع اللي نشوفه نحن بسيارة الفورد اللي برا هناك، هاي من العشرينات، هذه بداية السيارات كيف طلع شكلها مربع. صحيح. ثم تطور الشكل إلى أن يكون نوع من في نوع من الانسيابية أو السحب، وهذه أجمل سيارات اللي طلعت في الثلاثينات، مثل السيارة اللي تكلمنا عنها هنا سابقا. نعم، وفي عندنا بعض السيارات اللي ممكن نسلط الضوء عليها. هذه الثلاثينات، الأربعينات والخمسينات بدأت السيارة تأخذ الشكل البومبي هذا يسمونه، أو شكل مثل هذه السيارة الدملر أو من عائلة الجاكوار، أخذت شكل الدائري تقريبا. نعم. بعد ذلك من الخمسينات والستينات بدأت السيارة تأخذ ستريتشنج، السيارات الطويلة الكادلاك والشيفورلي بتأخذ شكل طويل. إذا تسمح لنا بس نسلط ضوء على الكورفير. الكورفير نعم. الكورفير سيارة جميلة وتعتبر من عائلة الشيفرلي، وهذه السيارة طبعا أخو هذه السيارة اللي هو الكورفير. الكورفير صنعت للشباب ولكن هذه السيارة في الستينات دعما للمرأة ودعما لنهضة المرأة. وجدت هذه السيارة وصممت لأن تكون سيارة للمرأة، سيارة رياضية تعتبر توربو، ولكن الميكانيزم اللي فيها مختلف شوي، حتى المحرك تبع لو نسلط الضوء عليه مختلف شوي. يعني شوف المحرك مش واقف، هذا المحرك نازل تحت. ايضا السير بانك او حزام المحرك ماخذ زاويتين، زاويه عموديه وزاويه افقيه. هذا ما هي السياره وقفت، ما نجحت في الواقع، لان من الاخطاء التصنيع فيها اصبح الانجن يسقط تحت، فلان ما في شيالات عمودي فقط براغي، فوقف تصنيع هذه السيارة. هذا يخليني أتطرق إلى سؤال، شو المحاور الثلاثة اللي يدور عليها السير؟ أيوة، هذا هنا يدور على التوربو ومحرك السيارة، بالإضافة إلى الترس باللغة العربية، الترس اللي يدور الإنجن. نعم.
أيضا من خلال اقتناء للسيارات الفرنسية ولا سيارات الجميل. هاي السيارة أيضا من تعديلنا، ما أقول تصميمنا، هاي السيارة ستروين تراكشن اسمها، ولكن هذه السيارة تي في موديلين، موديل كونفرتبل أوكي وموديل عادي مسكن. نحن هاي السيارة أيضا أخذناها بحالة رديئة جدا، وحاولنا أن ننقذ هذه السيارة ونخرجها بإخراج جميل. أيضا إحنا أعدنا تصميم هذه السيارة وخليناها كرسيين فقط، وعملنا لها الشنطة الخلفية من خلف خلف مقعد الجلوس، والتاير أو العجل الاحتياطي وضعناه في الخلف، فأخذت شكل جميل، جميل بتصميم جميل مريح للسواق. حتى أنا السيارة يعني كنت أسوقها فيها في هنا يعني في الإمارات. حبيت معاليك كيف تتطرق للسيارات، تقول ننقذ وتعيش السيارة. هذا شيء جميل، أنك تعطي السيارة روح أو كونكشن بينك وبين السيارة. الله يطول عمرك. في الواقع أخوي سعيد، من يعني إذا ما كان هناك حب للمقتنى ولا العملية مش قضية تجارة. نعم هناك صحيح. ملياردير يقدر يقولك أنا بشتري سيارات، أنا أقدر أشتري 1000 سيارة صحيح، لكن هل بعد أسبوع بعد بشتري 1000 سيارة؟ لا. كل خلاص أنا عندي سيارة، لكن مقتني السيارة وعشقة للسيارة وحبة للسيارة في مرحلة مستمرة. يعني نحن كنا يعني أو أنا كنت يعني دائما في تحدي مع نفسي على أن أحصل سيارة أجمل. وسيارة وتكون عندي يعني لهفة عالية جدا على أني أحصل شيء مختلف وشيء جميل، لأن أجيبه في دولة الإمارات وأجيبه عند أهلنا وأخواننا. مثلا السيارة هذه أو السيارتين هذه الباكارد موديل 39، هذه البير سيارة أو هذه الليموزين، وهذه السيارة كوب. فسيارتين موديل 39 سيارة أمريكية، هذه سيارة انتهت طبعا من التصنيع الآن. سيارة ماشية 4000 و5000 تعتبر كيلومتر، تعتبر أو مايل، تعتبر سيارات يعني من نوادر في دولة الإمارات الحمد لله. باكارد عندنا هذه 39 سيارتين، والباكارد الذهبية اللي هناك اللي هي موديل 28. نعم. قلنا عن أن جمالية أجمل سيارات طلعت في الثلاثينات صحيح، فهذه السيارات من في الثلاثينات كان التفكير على تكون السيارة يعني وهذا يرجع إلى البذخ اللي كان في الفترة اللي هناك، كانت الشوارع فسيحة جدا، فكان التركيز على أن تكون السيارة فخمة جدا. ولكن التطور الحالي، السيارة هذه على سبيل المثال من موديل الثلاثينات بالماتيريالز أو بدي السيارة هذه تقدر تصنع 3 سيارات الآن صحيح، لأن الثيكنس أو سماكة جسم السيارة والبدي اللي بنصنعه عالي جدا. هذا كان يعطيك تفاعل مع قوة البريك أو نعم. السيارة ثقيلة صحيح. لازم تحتاج فهناك فيها جهد صحيح. فكان الصرف على السيارات كان عالي. هاي السيارة 12 سلندر V12 ما شاء الله. فهذه من السيارات المهمة جدا، ومثل ما قلنا شوف هذه 6 هنا و6 هنا و6 ولا كأنها من موديل الثلاثينات أبدا. فأيضا ثقافة مصنعي السيارات صح. اختلفت. الأول كان يعتمد على متانة السيارة صحيح، الآن يعتمد على ثقافة الإنسان، على السرعة صحيح.
لك يا اخي ما بدي اتسرع في رادارات في ثقافه الامان. صحيح. هذه السياره لو تدخل في جدار هنا راح تفتح الجدار والسياره انت ما عندك اي مشكله. صحيح. فلكن الثقافه اختلفت. صحيح. اول كان يسوي لك سياره تمساح يسمونها في مصر سياره من هنا وهناك، الان هاي السياره صعبه في الباركينج صعبه في السواقه فازدحم، فرجع الى ان يصغر حجم السياره. في الواقع يعني نحن بعد بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشارجي أن يكون عرض السيارات بعرض جميل وعرض يعني يتناسب مع الزوار ووجوده على قريب من الشارع، ووضعنا هذه السيارات في مبنى يشكل قرية صغيرة فيها كأن محلات وكأن مواقف سيارات وشارع ودكاكين يعني لبيع كثير من المقتنيات الأخرى، بعضها متماشية مع السيارات مثل قطع غيار السيارات أو مثل البايسيكلز أو عجل السيارة وبعض المقتنيات الأخرى، وحطينا السيارات في بيئة نفسها يعني كأن في مدينة صغيرة. مدينة صغيرة. أنا أشكرك على هذه الفرصة المهمة جداً، وفي تصوري أن نشكركم أيضاً كداعمين وكمشجعين لهذه الثقافة المهمة جداً التي هي أصبحت واسعة الانتشار، وهناك من التجار الذين أسسوا تجارات لصيانة السيارات القديمة أو لبيع السيارات القديمة أو لعرض السيارات القديمة، فهذا شيء مهم جداً، ودوركم كإعلاميين دور مشكور جدا على أن نحن كمقتنين وكهوة يعني نستمد القوة منكم، وأشكرك على هذه الفرصة. نشكرك.